السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم اللي غنتعرفوا فيها على الأحاسيس والشعور بالفرنسية. فأولا الأحاسيس هما les sentiments والشعور les émotions les sentiments et les émotions. فلنبدأ على بركة الله. فأول إيموشن غنبداو به هو لاجوا، فغنبداو بالسعادة. فإلا بغيت نعبر على لاجوا فكنقول je suis content يعني أنا فرح. je suis content هذا بالنسبة إلا كنت مذكر أو ماسكولان. أما إلا كنت مؤنث أو فيمينا يعني إلا كنت بنت فغنقول je suis contente. ففي الكتابة كنضيفو او وفي النطق كنطقو تي، فبالنسبة جو سوي كونتون ما كنطقوش تي في اخر الكلمة، ولكن في المؤنث جو سوي كونتونت كنطقو تي اللي هي انا فرحة. جو سوي كونتونت انا فرحة. فإلا بغينا نعبر على السعادة ايضا كنقول je suis heureux كتعني انا سعيد. هذا بالنسبة للمذكر أو الماسكولان. أما بالنسبة للمؤنث فكنقول je suis heureuse يعني أنا سعيدة. الإيموشن الثاني اللي عندنا هو la tristesse أو الحزن. فإلا بغيت نعبر على la tristesse كنقول je suis triste يعني أنا حزين. وبالنسبة للمؤنث فهي je suis triste أيضا يعني نفس النطق نفس الكتابة je suis triste أنا حزينة. وممكن نقول أيضا je suis malheureux كتعني أنا تعيس. je suis malheureux. وبالنسبة للمؤنث فهي je suis malheureuse أنا تعيسة. الآن نمرو la peur أو الخوف. فإلا بغي نعبر على la peur كنقول j'ai peur يعني أنا خائف. j'ai peur هذا بالنسبة للمذكر. بالنسبة للمؤنث أيضا كنقولو j'ai peur يعني أنا خائفة. j'ai peur كنستعملها مع المذكر ومع المؤنث. j'ai peur أنا خائف أو أنا خائفة. وكنقول أيضا je suis effrayée يعني أنا مرعوب. je suis effrayée. وبالنسبة للمؤنث je suis effrayée نفس النطق، فقط كنضيفو أو في الكتابة، أو في آخر الكلمة كنضيفوها في الكتابة. داكوغ je suis effrayée كتعني أنا مرعوبة. دونك قلنا كنعبرو على الخوف أو la peur j'ai peur أو je suis effrayée. الآن نمرو la colère أو الغضب. فإلا بغينا نعبر على الغضب كنقول je suis en colère. فهنا عندي جو سوي كتنتهي بأس و أون كتبدأ بأو اللي هي فويل، دونك كنقومو بلا ليزون و كنقولو je suis en colère اللي كتعني أنا غاضب. وبالنسبة للمؤنث كنقول أيضا je suis en colère اللي كتعني أنا غاضبة. ممكن نقول أيضا je suis fâché يعني أنا منزعج. وبالنسبة للمؤنث فهي je suis fâché نفس النطق، فقط كنضيف أو في آخر الكلمة اللي هي أنا منزعجة. الآن عندنا la fatigue أو تعب. فإلا بغينا نعبر على la fatigue فكنقول je suis fatigué كتعني أنا متعب. je suis fatigué. وبالنسبة للمؤنث je suis fatigué نفس النطق، فقط كنضيفو أو في آخر الكلمة اللي كتعني أنا متعبة. je suis fatigué. وممكن نقول أيضا je suis épuisé.
فهنا كنقوموا بلا ليزون كنقولوا جو سوي زيبويزي. جو سوي زيبويزي اللي كتعني انا منهك. جو سوي زيبويزي انا منهك. وبالنسبه للفيمينين فهي جو سوي زيبويزي ايضا نفس النطق، فقط كنضيفوا اف اخر الكلمه كتعني انا منهكه. انا منهكه فاش كيكون عندنا شي نو ماسكولين اللي كينتهي ب اي اللي هي او اكسون، فالفيمينين كتكون فيها اي E. D'accord, et E. Donc, je suis épuisée, li katani ana munhaka. L'an marro le stress ou tawattur. Fa, il a ben abra alih kanqul, je suis stressée. Je suis stressée. Yani, ana mutawattir, je suis stressée. Ou ben sebal féminin, je suis stressée aidan. Je suis stressée, kif qulna, fash ki kul le nom masculin ki intahib e. فالفيمينان كنضيفو او حدا اي تتكون اي او داكوغ. دونك جو سوي ستريسي اللي هي انا متوتره. جو سوي ستريسي. وممكن نقولو ايضا جو سوي انكسيو. جو سوي انكسيو اللي هي انا قلق. انا قلق. وبالنسبه للفيمينان جو سوي انكسيوز. جو سوي انكسيوز اللي هي انا قلقه. انا قلقه. جو سوي anxieuse. Muktaib, déprimé, déprimé. Muktaiba, déprimé. نفس النطق فقط كنضيفو e. Déprimé. Mutafa'il, optimiste, optimiste. Mutafa'ila, optimiste, optimiste. فهنا اوبتيميست كنستعملوها مع الفيمينه والماسكولين. اوبتيميست. متشائم بيسيميست، بيسيميست. متشائمه بيسيميست، بيسيميست. هنا ايضا بيسيميست كنستعملوها مع المؤنث والمذكر، يعني لو فيمينه اي لو ماسكولين. متشائم قلنا بيسيميست، متشائمه بيسيميست. خجول تيميد، تيميد. خجولة أيضا تيميد، تيميد. وحيد سول، سول. وحيدة سول، سول. كنضيفو أ سول. دائخ إتوردي، إتوردي. دائخة إتوردي نفس النطق فقط كنضيفو أ في آخر الكلمة. إتوردي. حذر prudent, prudent. حذرة prudente, prudente. جائع affamé, affamé. جائعة affamé, affamé. يقظ vigilant, vigilant. وبالنسبة للمؤنث يعني يقظة فهي فيجيلونت، فيجيلونت. فبالنسبة لفيجيلون ما نطقناش تي في مذكر او في الماسكولين، ولكن في المؤنث كنطقوها كنقولو فيجيلونت لانه تد في حداها او. دونك كنقراوها كنقولو فيجيلونت. تائه بيردو، بيردو. تائه او ضائع. بيردو. تائها perdu كنضيفو او في الفيمينان. perdu او في اخر الكلمه. مفكر pensif، pensif. مفكره pensive، pensive. يائس désespéré، désespéré. يائسة désespéré، désespéré. متفاجئ surpris، surpris. متفاجئة surprise، surprise. مركز concentré، concentré. مركزة concentré، concentré. مندهش
étonnée, étonnée, مندهشة, étonnée, étonnée, مريض, malade, malade, مريضة, malade. فهنا كنستعملو malade بالنسبة للمؤنث المذكر, malade. قوي, fort, fort, قوية, forte, forte. ضعيف, faible, faible, ضعيفة, أيضا faible, faible. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. تعرفنا فيها على الأحاسيس والشعور بالفرنسية أو لي سونتيمون اي لي زيموشون. نتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم وتشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. وما تنساوش لايك الفيديو أو جيم, فهذا كيشجعني باش نقدم لكم مزيد من الدروس. ونتلقى في حصة مقبلة إن شاء الله.